يا رب اجعلني قويا عندما لا أجد من يتقاسم معي الوجع. يا رب املأ قلبي صبرا وصدري شرحا وعقلي راحة طويلة الأمد. يا رب أوجد لي زاوية أبوح بها ودعاء يثلج صدري ويقينا بتيسيرك. يا رب استر عيوبي واغفر ذنوبي ولا تفجعني بفقد أحد. يا رب اجعلني مقيما للصلاة ومن ذريتي وفاعلا للخير، واجعلني سببا لفرح الناس وسعادتهم، ولا تضعني في مواقف متعبة ولا ظروفا سيئة ولا ظروفا يائسة، واجعلني بإرادتك سبيلا للمساعدة ويدا ممدودة للجميع. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك، يا رب اجعلني قويا عندما لا أجد من يتقاسم معي الوجع. يا رب املأ قلبي صبرا وصدري شرحا وعقلي راحة طويلة الأمد. يا رب أوجد لي زاوية أبوح بها ودعاء يثلج صدري ويقينا بتيسيرك. يا رب استر عيوبي واغفر ذنوبي ولا تفجعني بفقد أحد. يا رب اجعلني مقيما للصلاة ومن ذريتي وفاعلا للخير، واجعلني سببا لفرح الناس وسعادتهم، ولا تضعني في مواقف متعبة ولا ظروفا سيئة ولا ظروفا يائسة، واجعلني بإرادتك